وصفة اليوم هي عبارة عن زيت من أفضل الزيوت للعناية بالبشرة. يعمل هذا الزيت على القضاء نهائيا على التجاعيد وعلى الخطوط الدقيقة على الوجه، يعالج البثور والحبوب، أيضا يعمل على إزالة الاسمرار على البشرة، يرطب وينعم البشرة، يزيل التصبغات ويعمل على تبييض البشرة. مكونات بسيطة جدا والنتائج فعالة. تابعوا الفيديو واسترون النتيجة في نهاية الفيديو. سنحتاج في هذا الزيت أو القناع للعناية بالبشرة إلى مكون رئيسي وهو زيت الزيتون. نضيف مقدار كوب صغير من زيت الزيتون. سنحتاج أيضا إلى بذور الكتان. نقوم بطحنها ناعمة جدا. نضيف مقدار ملعقة كبيرة. ونخلط جيدا. ثم سنحتاج أيضا إلى دقيق الحمص، يكون ناعم جدا. نضيف ملعقة كبيرة ونخلط جيدا. عندي طلب صغير منكم، رجاء لا تنسوا بدعمي بالإعجاب بالفيديو، وضع إعجاب للفيديو والاشتراك في القناة. أيضا أتمنى منكم مشاركته مع أصدقائكم لكي يستفيدوا من هذه الوصفة. نحتاج أيضا إلى ملعقة كبيرة من القهوة، القهوة العادية أو ممكن استعمال القهوة سريعة الذوبان. رجاء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. نضع الخليط في حمام مائي لمدة 10 دقائق بعد أن يغلي الماء جيدا، ونقوم بالتحريك.
نترك الخليط يرتاح لمدة ساعة ثم نقوم بتصفيته. نتحصل على هذا الزيت، نضيف ملعقة صغيرة من زيت اللوز، أيضا نحتاج إلى زيت جوز الهند، نضيف ملعقة كبيرة، هذا الزيت يمكن الاحتفاظ به لمدة طويلة جدا. طريقة استعمال الزيت، أولا نقوم بتنظيف البشرة جيدا، نوزع الزيت على الوجه والرقبة، أيضا على الأماكن الداكنة في الجسم، نقوم بمساج خفيف، حركة دائرية خفيفة، يستعمل هذا الزيت في المساء وفي الصباح نغسله، من الأحسن عدم التعرض لأشعة الشمس عند استعمال هذا الزيت، واستعمال واقي شمسي.